عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة وشبة التعليمية، مرحبا بكم في تتمة درس مبدأ التفاوض في معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم للآخرين وفوائده. إذا نبدأ بالتعريف ونقول أن التفاوض لغة من فاوض يفاوض مفاوضة وتفاوضا بمعنى مبادلة الرأي للوصول إلى الاتفاق وتسوية الخلاف. أما بالنسبة لي تفاوض اصطلاحا فهو أسلوب من أساليب حل النزاعات بين مختلفين بمعنى مع المخالف حول قضايا معقدة تتداخل فيها المصالح. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نماذج من تفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم، وأشهر نموذج وهو ما ستقولون تفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم مع أشراف قريش في حديبية. تفاوض صلى الله عليه وسلم مع سهيل ابن عمرو فوضعوا معاهدة صلح الحديبية، وكذلك تفاوضه صلى الله عليه وسلم مع عتبة ابن ربيعة وهو رجل من أشراف قريش من كفار قريش، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يتنازل عن النبوة مقابل المال أو السلطة. فقال هذا الرجل عتبة بن ربيعة للرسول صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش أن أشراف قريش تقول لك إن أردت المال نعطيك المال حتى تصبح أكثرنا مالا، أما إذا أردت السلطة فسنملكك، إذا أردت الملك ملكناك. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم والله لو وضع الشمس في يميني والقمر على شمالي على أن أترك هذا الأمر لن أتركه حتى يظهره الله أو أهلك دونه، بمعنى أو أن يموت صلى الله عليه وسلم. وهناك موقف آخر تفاوضي للرسول صلى الله عليه وسلم وهو تفاوضه مع أصحابه حين قالوا له عندما توقفت القصوى، قالوا له خلأت القصوى بمعنى عصتك القصوى، فقال ما خلأت القصوى وما ذلك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. وكذلك تفاوضه صلى الله عليه وسلم مع الصحابة حين امتنعوا من ذبح الهدي وحلق رؤوسهم لكي يعودوا إلى المدينة المنورة، فجاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول له أهذا هو الفتح أفتح هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم والله إنه الفتح، على اعتبار أن كفار قريش كانوا قبل هذا لا يكترثون للإسلام وللمسلمين، والآن فهم يبرمون معهم معاهدة صلح الحديبية. إذا نصل إلى جزئية أخرى في هذا المحور وهو مبدأ التفاوض في معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم للآخرين وفوائده. إذا من بين سمات تفاوض لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمات تفاوضه يتسم تفاوضه صلى الله عليه وسلم بكفاءة الانسحاب، كفاءة الانسحاب بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينسحب ويتنازل عن بعض الأمور الجزئية إذا كانت الأمور الكلية قد تحققت، مثل تنازله صلى الله عليه وسلم عن كتابة بسم الله الرحمن الرحيم التي عوضت ببسمك اللهم، بسمك اللهم بالنسبة للمسلمين بمعنى الله سبحانه وتعالى، وبالنسبة لكفار قريش فهي اللات والعزى ومناة الثانية إلى غير ذلك. وبالتالي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو ينوي والمسلمين كذلك يضعون في نياتهم أن باسمك اللهم الذي هو الله سبحانه وتعالى، لذلك انسحب صلى الله عليه وسلم عن كتابة بسم الله الرحمن الرحيم وتنازل عن كتابتها وكتبوا باسمك اللهم. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم تنازل عنها صلى الله عليه وسلم وكتبوا عوضها محمد ابن عبد الله. من سمات تفاوضه صلى الله عليه وسلم اختيار مفاوض المناسب، حين اختار صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان و
وأرسله إلى كفار قريش لكي يتفاوضوا معهم حول مسألة اعتمارهم. وكذلك من سمات تفاوضه صلى الله عليه وسلم تقوية الموقف تفاوضي، تقوية الموقف تفاوضي، حيث أنه صلى الله عليه وسلم أراد في بعض الأحيان أن يقوي موقفه التفاوضي، فطلب مثلا من أصحابه أن يبايعوه بيعة الرضوان وبيعة الشجرة، بيعة الرضوان طلب منهم أن يبايعوه، وهنا قوى موقفه بماذا؟ بطلبه منهم أن يبايعوه على أن يقاتلوا كفار قريش لأنهم قتلوا عثمان بن عفان حين شاع أن قريشا قتلت عثمان بن عفان. من سمات تفاوضه صلى الله عليه وسلم فرض الاحترام لقواعد التفاوض بمعاهدة الصلح، فرض الاحترام، حيث أنه صلى الله عليه وسلم أبرم تلك المعاهدة مع أشراف قريش، مع كفار قريش، وفرض عليهم ماذا؟ أن يحترموه ويحترموا أتباعه. ومن بين سمات تفاوضه صلى الله عليه وسلم إرباك الخصوم، إرباك الخصوم، حيث وجدنا أن رجلا من أشراف قريش، من كفار قريش، قد كان يقول بأنه لا يجب علينا أن نمنع محمدا وأتباعه من أن يأتوا للاعتمار، لأن هذا قانون نحن وضعناه، وضعنا كقانون أنه لا يجب علينا أن نمنع أي أحد. وكان هذا الرجل اسمه الحليس بن علقمة، الحليس بن علقمة، الذي كان يرى دخول المسلمين للاعتمار. والموقف الآخر للقسم الثاني من أشراف قريش كانوا يقولون أن كرامتهم وشرفهم ستسقط وسيهانون إذا ما دخل محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى قريش، وهم قد خاضوا معهم حروبا كثيرة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى جزئية أخرى، وهي فوائد التفاوض، فوائد التفاوض. إذا من بين فوائد التفاوض التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الطرفين، يحقق مصلحة الطرفين. وكذلك من فوائد التفاوض حفظ الحقوق والكرامة للمتفاوضين. ومن فوائد التفاوض كذلك تجنب القتال وسفك الدماء، وكذلك إكساب مهارات الإقناع والحوار. هذا كذلك من بين فوائد التفاوض. ومن بين فوائد التفاوض كذلك تجاوز الشكليات التي لا تؤثر على التوابت، تجاوز الأشياء الجزئية التي لا تؤثر في الأشياء الكلية الذي يريدون أن يتفاوضوا حولها. المحور الثاني، إعمال مبدأ الشورى في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لتدبير شؤون المسلمين. إذن أول جزئية سنتطرق إليها في هذا المحور وهو مفهوم الشورى. الشورى لغة من شاور، يشاور شورى، ومشاورة بمعنى الإيماء، بمعنى أنه يشير، بمعنى الإيماء، والإدلاء بالرأي بمعنى إعطاء رأي، ثم إصراحا إشراك أهل الرأي السديد، بمعنى أناس لديهم توجيهات حسنة جيدة، والعلم المجيد بمعنى التشاور مع أصحاب العلم الذين لديهم معلومات قيمة، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بمعنى أهل العلم، في اتخاذ القرار الرشيد، اتخاذ القرار الصائب. إذن أعيد، صراحة إشراك أهل الرأي السديد والعلم المجيد في اتخاذ القرار الرشيد. أما بالنسبة للجزئية الأخرى فهي مبدأ تشاور الرسول صلى الله عليه وسلم مع المسلمين. إذن نجد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمره بأن يتشاور مع أتباعه، يقول الله سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر، سورة آل عمران الآية 159. نجد أنه
صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه، ومن أمثلة تشاوره صلى الله عليه وسلم تشاورهم مثل ما ستقولون تشاوره صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة حول مسألة رفض الصحابة أن يذبحوا الهدي في الحديبية، أن يذبحوا الهدي وأن يحلقوا رؤوسهم لأنهم امتنعوا. فدخل صلى الله عليه وسلم إلى خيمته وهو يقول هلك أصحابي هلك أصحابي، فقالت له أم سلمة رضي الله عنها ومن مادك؟ قال رفضوا أن يذبحوا الهدي. فقالت له رضي الله عنها هل لك بمشورة؟ هل تريد مشورة؟ فقال نعم أريدها. فقالت له أخرج عليهم ولا تكلم أحدا منهم، ثم اذبح هديك، اذبح خروفك، واطلب أحدهم أن يحلق رأسك ولا تكلم أحد، وكأنك أنت غاضب منهم. وهو بالفعل غاضب منهم، وهذا ما فعله صلى الله عليه وسلم. فبدأ الصحابة فيما بينهم يعاتب بعضهم البعض حتى قاموا بما أمرهم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا نوع أو هذا مثال من أمثلة تشاوره صلى الله عليه وسلم. هناك مثال آخر وهو تشاور الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في خوض غزوة بدر. إذن عندما أراد صلى الله عليه وسلم أن يحارب الكفار في غزوة بدر تشاور صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، مع المهاجرين ومع الأنصار، وبالخصوص الأنصار. قال لهم هل تريدون أن تساندون في قتالنا مع كفار قريش؟ هل نقاتل كفار قريش أم لا؟ فقالوا له أي قرار اتخذته يا رسول الله فنحن معك. وهنا كما تلاحظون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تشاور مع أصحابه. هناك مثال آخر لتشاوره صلى الله عليه وسلم، تشاور مع سلمان الفارسي في غزوة الخندق. كان للرسول صلى الله عليه وسلم خطة، فجاءه سلمان الفارسي فأعطى رأيه للرسول صلى الله عليه وسلم. قال له هل هذه الخطة التي أنت قد وضعتها هل هي وحي من الله سبحانه وتعالى أم من حرب عقل ومكيدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم هذا من عقلي. فقال سلمان الفارسي إذن فسأعطيك خطة أحسن، وهي أن نحفر الخنادق، أن نحفر حفر، وعندما ينزل إليها الكفار نرميهم بالسهم. وكانت هذه المشورة التي قدمها سلمان الفارسي لمحمد صلى الله عليه وسلم هي سبب انتصار المسلمين في غزوة الخندق. وهناك مثال آخر لتشاوره صلى الله عليه وسلم، تشاوره صلى الله عليه وسلم في الذهاب مع أصحابه في الذهاب إلى الاعتمار. قال لهم أنه أنا أريد أن أذهب للاعتمار، هل تريدون أنتم أن ترافقوني؟ فقالوا له نعم نريد أن نرافقك يا رسول الله. وبهذا نكون قد وصلنا إلى المحور الثالث والأخير، وهو فوائد الشورى والتفاوض في رص، بمعنى جمع الصف الداخلي وتدبير الاختلاف. إذن أول جزئية وهي رص الصف الداخلي، من فوائد الشورى والتفاوض وهو تقوية العلاقة بين القائد والأتباع. وهذا هو من وجدناه قد فعله صلى الله عليه وسلم حيث أنه كان يتشاور مع أصحابه ويفاوضهم حتى تبقى دائما هذه اللحمة أو هذه العلاقة قوية بين محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه. وجدنا هذا في تشاوره مثل ما سبق وقلنا أم سلمة رضي الله عنها، ووجدناه كذلك قد استعمل مبدأ التفاوض مع أتباعه في صلح الحديبية. أما بالنسبة لتدبير الاختلاف فكما تعرفون أن التفاوض والشورى يديب هذا الاختلاف الذي يمكن أن يكون بين القائد مثل ما قلت وأتباعه، فهو بمثابة علاج للخلاف الذي
قد يوجد في الصف الداخلي بين القائد وأتباعه. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.